صباح الفل، مرحبا بكم في فلاش سبور، والف الف مبروك للترجي الرياضي التونسي بلوغ نهائي دوري ابطال افريقيا لكره القدم البارح بعد تجديد فوزه على ماميلودي سانداونز الجنوب افريقي هدف مقابل صفر. هدف كان بامضاء رائد بوشنيبه في الدقيقه 57 من المباراه. نذكر الترجي كان انتصر 1-0 ايضا في مباراه الذهاب في رادس، بالتالي باش يواجه الاهلي المصري في النهائي. الاهلي اللي كان ترشح البارح على مازيمبي الكونغولي 3-0 في الاياب بعد التعادل في الذهاب في لوبومباتشي 0-0. دونك مباراه الذهاب نتاع نهائي دوري الابطال باش تلعب في تونس نهار 18 ماي، ومباراه الاياب في القاهره نهار 25 ماي. ايضا من جهه اخرى فريق باب سويقه ضمن ايضا رسميا مشاركته في النسخه القادمه من كاس العالم للانديه سنه 2025 في الولايات المتحده الامريكيه بعد ما انتصر ذهابا وايابا على سان داونز، وهكا يكون ضمن افضل اربع انديه في القاره الافريقيه. هاو نسمع رئيس فرع كره القدم في الترجي رياض بن نور يتحدث على الانتصار وايضا الترشح للنهائي وايضا الترشح للمونديالتو. اليوم الترجي الرياضي التونسي باذن الله مشات لكاس العالم، مشات لكاس العالم مش على خاطر معناها باش نفسروا اللي مش خاطر مازيمبي طاحت، ولكن حتى الترجي الرياضي التونسي تقريبا اليوم بالانتصار نتاعو بالنقاط اللي خذاهم ينجم يكون معناها تعدى سان داونز في عدد النقاط في الكلاسمون دافريك. الحمد لله كاس عالم ماهوش هين، الترجي الرياضي التونسي مشات لكاس العالم اللي برشلونه مشات لها ماهيش مشات لها، تو لي كلوب دو موند ماشيين، هذا حدث تاريخي. الترجي الرياضي التونسي باش يكون موجود، نادي تاريخي ما ينجم يكون كان موجود في دوره تاريخيه. الترجي الرياضي التونسي معناها وصلت المستوى هذا، وان شاء الله مازلنا نستناو مباراه النهائي ذهاب واياب، لانه انت تعرف في الاسبيرانس معناها ديما جعانين للماتشوات وللربح وللتتويجات. ان شاء الله يا ربي يكونوا في الموعد وفي المستوى باش نقدموا اللي به الفائده، ويكون التتويج الخامس ان شاء الله لما لا يوم نجم نحن التتويج الخامس. توا عندنا نهائي دوري الكور، عندنا بطوله ماتش بطوله مهمه وسط الاسبوع، نرجعوا نختموا على ارواحنا ونرجعوا نلعبوا. يحكيوا على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الموعد مع مقابلة أولى من الجولة الخامسة في البلاي أوف. الماضي ثلاثة تلعب المقابلة هذه في ملعب الهادي نايفر في بارد. الملعب التونسي يستضيف الاتحاد المنستيري، مباراة بتحكيم خالد جويدر وحف في تقرية الفار الجزائري لحلو بن إبراهيم. بالنسبة لمقابلات البلاي أوت، اليوم الموعد مع زوز مقابلات من الجولة الأولى إياب. ماضي ثلاثة نجم المتلوي يستضيف النادي البنزرتي تحكيم محمد علي قروية، وأيضا الاتحاد بن قدان يستقبل قوافل القفصة مباراة بتحكيم يسري بعلي. نذكر أنه تنجموا تتفرجوا في المقابلات على منصة ديوان سبور. الجولة 19 للرابطة المحترفة الثانية، اليوم الموعد مع عديد المقابلات. ماضي ثلاثة في المجموعة الأولى في ملعب أريانا هلال مساكن النجم الراتسي تحكيم بلال بوزيد، في المجموعة الثانية في ملعب الشاب هلال الشاب أولمبيك سيدي بوزيد تحكيم خليل الجريء، وفي ملعب جلمة نسر جلمة أمام أولمبيك مدنين تحكيم هيثم القصعي، وفي جابس مباراة كبيرة ديربي جابس مستقبل جابس يستضيف الملعب الجابسي مباراة بتحكيم محرز المالكي، وفي ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي يستقبل محيط قرقنا مقابلة بتحكيم أسامة شرية. تنذكر المقابلات أيضا منقولين على ديوان سبور. في كرة اليد، الترجي الرياضي التونسي واجه اليوم الزمالك المصري في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية انطلاقا من 7 متاع الليل بتوقيت تونس. كملوا بأبرز المقابلات بالنسبة لليوم في البطولات الأوروبية. نبدأ بالبريمير ليج، مجموعة من المقابلات أبرزها نلقاو ليفربول في ضيافة ويست هام نص نهار ونص. ماضي ثلاثة مانشستر يونايتد أمام بيرلي، نيوكاسل في نفس التوقيت يواجه شيفيلد يونايتد فريق أنيس بن سليمان، وثمانية تعليل مباراة أستون فيلا أمام تشيلسي. في الليغا في إسبانيا أتلتيكو مدريد يواجه أتلتيكو بلباو، ثمانية تعليل. أيضا في البوندسليغا الألمانية ماضي ساعتين ونص بايرن يستضيف انتراخت فرانكفورت فريق الياس الصخيري، لايبزيتش يواجه دورتموند في نفس التوقيت، وباير ليفركوزن بطل البوندسليغا يواجه شتوتغارت انطلاقا من 5:30 متاع العشيه. في الليغا في فرنسا بي اس جي لهافر 8، في سيريا في ايطاليا ليتشي فريق حمزه رفيعه يواجه مونزا ماضي ساعتين، الخمسه اليوفي امام الميلان في مباراه القمه، والثمانيه غير ربع متاع الليل لازيو يواجه هيلاس فيرونا. فلاش سبور قدمه لكم هاني ابراهيمي، اكثر اخبار وتفاصيل كالعاده على السيت www.urfm.net. توا ترجع لكم عفيف الغربي في برنامج ويكاند على الكيف. صباح الخير.